السيجارة هذه الواحد يدخنها ولا يفكر جاءت من فين؟ ماذا يحصل لجسم الإنسان من البلوة دي؟ هذه خلاصة اللي دخلته في صدرك بعد فقط 15 يوم تدخين. وهذا القطران هو فعلا اللي بتسوي فيه الأسفلت ولا تشابه أسماء؟ لا هو تار. هذه كلها مواد سامة، بعضها أصلا ممنوع من دخول البلاد. في 60 مادة من المواد الكيميائية اللي موجودة في السيجارة دي ممنوعة من دخول عدد من البلاد حول العالم. لو نطقت أعضاء اللي داخل الجسد لاشتكت وبكت وصرخت.